لا تنسى الإعجاب بالفيديو ولا تنسى دعمنا بالضغط على زر الاشتراك. إنما في مدينة البير وسنقوم بجولة لنتعرف على مأكولات الشوارع فيها. لا شيء أجمل في الصباح من تناول حلوة الباهية. مرحبا، كيف حالك؟ بخير شكرا لك، تفضل. أريد علبة باهية. حسنا سأخذ هذه، لا وجود لها في العالم سوى هنا. إن ذوقها ممتاز، هل أنت من قام بصناعتها؟ نعم إنه أنا. هل يمكنك إخباري عن مكوناتها؟ إنها مزيج من سكر وسميد وألوان غذائية. إنها سهلة وبسيطة ولكن طعمها رائع وممتاز، أشكرك على ذلك. حسنا إلى اللقاء. ماذا لديكم أيضا هنا؟ التقط لي صورة مع هذه السمكة، يبدو أن الكمية تكاد تنفذ مع الصباح الباكر. حسنا سأتركها هنا في رعايتكم. سأتوغل داخل السوق حيث تقام مباريات بالعسي، إنه تدريب لا أكثر. إن الناس هنا يحبون مشاهدة هذه المباريات، كما أنها رياضة عريقة وتقاليد قديمة توارثوها عبر الأجيال، حيث تم إنشاء مدارس لتعليم هذه الرياضة بعدما كادت أن تندثر. مع صباح الباكر تكون المقاهي فارغة. سأنهي جولتي في سوق المواشي، حيث تباع هنا كل الأنواع والأحجام، ولكن أثمانها باهظة جدا كأنها حيوانات نادرة أو على حافة الانقراض، وقليل منها ما يتم بيعه إلى المطاعم والشواء، وخاصة لحم الغنم. إنه منتصف النهار وسنتعرف على أكلة الكارنطيضة، وسيسحبنا إليها صديقا لي يدعى تاكيشي. مرحبا تاكيشي، كيف حالك؟ مرحبا، سررت بلقائك. حسنا دلنا عن البائع. إنه هنا وهو المفضل عندي. أهلا بومدين، كيف حالك؟ أخبرنا ماذا لديك. حسنا سأجرب الكارنطيضة أولا، فقد سمعت عنك الكثير هنا. حسنا دعنا نجرب. إن الكارنطيضة تؤكل بالخبز الفرنسي، ولكن البعض يفضلونها بدون خبز، هذا قد يغير من طعمها. حسنا ها هي، بصحتك. إن طعمها رائع وذو نكهة قوية ولذة لا تقاوم. أحسنت بوديل، إنها ممتازة ومطهوة بشكل لا يوصف. إن الناس هنا يعشقون الكارنطيضة بشغف كبير. أعطيني مرس كارنطيضة ومعقودة. حسنا سأعطيك ما تريد، تفضل خذها بصحتك. شكرا لك ممدين. يأتي الناس هنا لتناول الكارنطيضة في الشوارع، الكبار منهم وحتى الصغار، ومنهم من لا يعدون الفطور فيأتون ويشترون ويأخذونها إلى منازلهم لتناولها. حسنا سأسأل هذا الزبون لماذا يمزج المعقودة مع الكارنطيضة. تفضل خذها بصحتك. مرحبا، أخبرنا لماذا طلبت ذلك. إنهما رائعان معا، جرب ذلك وسترى. حسنا إلي بواحدة من المعقودة، سنجربها ونرى طعمها. انظروا إن منظرها رائع. حسنا أخبرني عن مكوناتها وطريقة صنعها. إنها عبارة عن بطاطا مغلية ثم تسحق جيدا، ويضاف لها التوابل وملون غذائي. بعد وجبة لا شيء أجمل من كوب من العصير. حسنا أخبرنا ما هو السر في هذه الأكلة. يكمن سرها في نوعية الحمص، فنحن نشتري أجود الأنواع ونقوم بتنقيته من الشوائب وغسله جيدا، ثم نطحنه ونضيف له الماء والزيت والبيضة وطبعا الملح، ثم يطهى المكون على نار هادئة. شكرا لك مرة أخرى وإلى اللقاء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو ولا تنسى دعمنا بالضغط على زر الاشتراك.